باب جامع قضاء الصيام. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أصوم حتى يأتي شعبان. أحسنت. نعم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من التابعين، وقد صحبها ابن عباس قرهة من الزمن، ولكنه لم يستفد كثيرا من ابن عباس رضي الله عنه، لم يستفد من حبر الأمة كثيرا. لماذا تعلمون؟ لأنه يكثر من الجدال لابن عباس، فاعترف هو أن جداله لابن عباس حرمه خيرا كثيرا، حرمه خيرا كثيرا، تنبهوا لهذا. إذا أراد الله عز وجل كما يقول عن السلف، إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد به شرا قدر له الشر فأنه يفتح عليه باب الجدل ويغلق عليه باب العمل. فليحرص دائما المسلم على العلم والعمل، ولا يحرص على الجدل، لا يحرص على الجدل حتى لو كان محقا، وإنما عليه البيان، عليه البيان والجدال بالتي هي أحسن كما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام. يقول عن يحيى بن سعيد والأنصاري من الأجلاء الثقات الأثبات أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن كان ليكون علي الصيام رمضان فما أستطيع أصومه حتى يأتي شعبان. جاء في رواية: وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس من قولها بل من قول يحيى بن سعيد الأنصاري، إذن ليس فيه حجة، هو مدرج وليس من قول عائشة رضي الله عنها، بل هو من قول يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد هو أخو سعد بن سعيد الأنصاري، وسعد بن سعيد الأنصاري هو رجل في إسناد حديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، حيث أبي أيوب الأنصاري، أخرجه مسلم هذا الحديث. قالوا سعد ابن سعيد فيه ما فيه، يعني غمز، ولكن الحافظ الدمياطي رحمه الله صاحب تنبيه الغافلين، غير تنبيه الغافلين للصوفي، رجل صوفي آخر اللي يسمونه السمرقندي، لا تنبيه الغافلين هذا يتكلم عن ألم معروف عن المنكر والحسبة، يقول: ذكرت 24 متابعة لسعد بن سعيد الأنصاري، فهو صحيح لا مرية فيه، وهو حديث إيش؟ من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. من العجائب، نعم، نزاع في الحديث على سعد بن سعيد، نزاع في هذا الأثر على سعد بن سعيد، هذا الحديث النزاع فيه على سعد بن سعيد، وهو أخو يحيى بن سعيد الإمام. ومن العجائب أن الناس يستدلون بأشياء لا أدري كيف يستدلون بها. يقولون: عائشة رضي الله عنها لا تقضي رمضان إلا متى؟ إلا في شعبان، مثل شهرنا هذا له. طيب، وهي تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فهل يليق بعائشة رضي الله عنها أنها تترك صيام الست من شوال وهي تعلم فضل هذه الست؟ قلنا: ماذا تريدون بهذا الاستدلال؟ قالوا: نريد أن نثبت لكم أنه لا يلزم من صيام، لا يلزم في صيام الست من شوال أن يكون قد استكمل رمضان كله، بل لو كان عليه قضاء من رمضان، لو كان عليه قضاء من رمضان فصام الست من شوال ثبت له الأجر، وسبحان الله، هذا من عجائب الاستدلال. أسألهم سؤالا واحدا فقط:
نقول عائشة رضي الله عنها لا تقضي رمضان إلا متى؟ في شعبان، لأن القضاء مجاله مفتوح، مجال القضاء مفتوح إلى شعبان قبل رمضان. هذا أولا. ثانيا، أيما أفضل في حق عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة الأمة وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأحب أزواجه إليه، أيما أفضل في حقها أن تصوم الست من شوال أو تصوم شوال كاملا حتى وتصوم غيره من الأيام، أو صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك الثاني، أن خدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام أفضل لها من صيام التطوع، أفضل لها من صيام التطوع. طيب، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لا بد أن يستكمل رمضان. لماذا؟ لأنه جاء عند الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الحديث، قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بشهرين لأن الحسنة بعشر أمثالها، فذاك صيام الدهر كله، فذاك صيام الدهر كله. ثم بعد ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصوم المسلم ستة من شوال حتى لو لم يستكمل رمضان، حتى لو لم يصم شيئا من رمضان، لو أراد هذا عليه الصلاة والسلام لماذا قيد صيام الست برمضان؟ لماذا قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر؟ لماذا لم يقل من صام ستة من شوال كان كصيام الدهر؟ إذا الأمر واضح. بعضهم يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان من التابعين، لا تقول لي قال فلان وقال فلان. الآن أنا معك بالحديث. طيب، الإمام أحمد رحمه الله يقول دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولا ربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس ساطعة لها أنوار. إذن يجب على المسلم دائما أن يتقيد بالحديث، هكذا كان فقهاء الحديث رحمة الله عليهم. يؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يؤخر قضاء رمضان إلى ما قبل رمضان القادم، لكن لا يؤخره إلى ما بعد رمضان القادم، حتى لو من غير عذر، حتى لو من غير عذر. هل يجوز للمسلم أن يبدأ بتطوع مطلق قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ يقال أنا أريد أن أصوم عرق ولكن علي قضاء من رمضان، يجوز أو لا بد من استكمال رمضان؟ على قولين العلماء، من العلماء من قال لا بد أن استكمال رمضان. لماذا قال؟ لأن الواجب مقدم على التطوع. رد عليهم الآخرون فقالوا هذا الواجب وقته موسع وليس مضيقا، فله أن يصوم عرفة وله أن يصوم عاشوراء وأن يصوم شيئا من المحرم وشيئا من شعبان وأن كان عليه قضاء من رمضان، لا حرج عليه في ذلك. المهم أنه لا يؤخره إلى ما بعد رمضان القادم، وهذا الثاني، القول الثاني هو الراجح، الله أعلم. هو الأولى باتفاق أهل العلم أنه الأولى أن يبدأ بالقضاء، لكن لو خالف فبدأ بتطوع مطلق أو تطوع معين كصيام عرفة أو صيام عاشوراء الراجح الجواز، لكنه خالف الأولى والأكمل.